سيدي صادر إذن حتى بساط المسجد وبع الكنيسة فهي من أملاكه وبع المؤذن في المزاد الأسود واطفئ ذبالات النجوم فإنها ستضيء درب التائه المتشرد حتى يتامانا أبوهم غائب صادر يتامانا إذن يا سيدي لا تعتذر من قال أنك ظالم لا تنفعل من قال أنك معتدي حررت حتى السائمات غداة أن أعطيت أبراهم حقل محمد وجبلت نوابا لنعبدهم وهم مستعبد يبكي على مستعبدي وأردتني عبدا يباع ويشترى وأردتني يأسا يعيش بلادتي لا تنفعل هذا الكلام بلا فم لا تنذعر هذا الكلام بلا يدي أنا لو عصرت رغيف خبزك في يدي لرأيت منه دمي يسيل على يدي الله أصبح لاجئاً يا سيدي صادر إذن حتى بساط المسجد وبع الكنيسة فهي من أملاكه وبع المؤذن في المزاد الأسود واطفئ ذبالات النجوم فإنها ستضيء درب التائه